أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. صدق الله العظيم. تم بعون الله وفضله تأمين انشقاق عسكري مجند في جبل التركمان من قبل كتيبة الشهيد الشيخ ممدوح جولحة التابع لجبل التركمان. أعرف عن السلام. عبد الله الشواف المصطفى من فوج 48 كتيبة 391 من جبل التركمان محور بيت فارس. أخي ما هي طبيعة الجيش تحت وما هي جنوده؟ معنويات تحت الصفر. شو بتحب توجه كلمة أخيرة للمجندين في عن بشارين؟ بوجه الأصدقاء اللي بغيوا هناك بينشقوا بأسرع وقت للجيش الحر. الحمد لله. وسوف تتبنى كتيبة الشيخ الشهيد ممدوح جرحة بإيصاله إلى أهله سالما غانما بإذن الله. تكبير الله.